قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يصلي صلاة الفجر دي شهادة لي عملية بأن هذا الرجل بريء من النفاق. الفجر يسخر لك ملكا خاصا يحرسك. اللي يصلي الفجر في جماعه، شوف بقى المفاجاه الحلوه، كانه امتلك الدنيا كلها بقت بتاعته، ثم تصدق بها فترتب في ميزان حسناته. وشوف ربنا هيعوضك خير قد ايه، شوف ربنا هيبارك لك في رزقك قد ايه، شوف هيبارك لك في صحتك وفي راحتك وفي كل حاجه، والله فوق ما تتصور. المولى عز وجل يعطيك ويعطيك أيضا أيها الأخت الفاضلة، يعطيك النور التام يوم القيامة. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. يعني إيه ذمة الله؟ يعني في أمان الله وفي حماية الله وفي ضمان الله وفي عهد الله وفي أمان الله. يتكتب لك قيام ليلة كاملة من العشاء للفجر لو صليت الفجر في جماعة، يبقى الملائكة هتستغفر لحضرتك لو انت صليت الفجر في جماعة. ايه رأيك؟ الملائكة بتقول: يا رب اغفر للراجل ده اللي جه صلى الفجر في جماعة. بالله عليك، عايز اكتر من كده؟